ازيك يا كريم؟ اخبار حضرتك يا كابتن؟ الحمد لله. ازيك يا نبيل؟ ازيك يا كابتن؟ كله تمام؟ الحمد لله كله زي الفل الحمد لله حبيبي. كابتن، كنت بتكلم مع نبيل ابو زيد دلوقتي وبنتكلم على مشكلته الاخيره مع محمد ناجي جده، يعني بيقول لي فوجئت ان كابتن مجدي عبد الغني حضر التحقيق مع محمد ناجي جده في اليومين. فوجئ ليه؟ ما هو بيقول لي كده يعني. لا يفوجئ ليه؟ انا رئيس جمعيه اللاعبين المحترفين، وفي نفس الوقت انا جيت انا ومعايا المستشار القانوني وسكرتير عام الجمعيه، وده حق اللعيب على الجمعيه. ما هو نبيل بيقول لي، اللي هو كمان عضو في جمعيه اللعيبه المحترفين، اشمعنى راح مع جده وما جاش معايا؟ مش مشكله، العضويه هو عضو وهو لاعب. مجرد ما امتهن، خد بالك بس، مجرد ما امتهن مهنه وكيل لاعبين ليس له الحق خالص ان هو يطالب باي حاجه تمس كره القدم، يعني عشان بس تبقى الناس عارفه. لوائح الاتحاد الدولي، تمام، لوائح الاتحاد الدولي بتمنع وكيل لاعبين انه يرتبط باي شيء يتبع كره القدم. هو كان عضو في جمعيه لاعبين، هو عضو في جمعيه لاعبين محترفين بصفته كان لاعب. يعني دلوقتي عضويته خلاص بقت، لا عضويته تعتبر مجمده. ليه بقى؟ يعني لانه مش بيدفع العضويه وكل سنه بيجدد وكده؟ لا، ما عندوش مشكله في التجديد. انما لا، مش احنا مش هنروح ندافع عن وكيل لاعبين، احنا ما بندافعش، احنا بندافع عن لاعب كره القدم. احنا لاعب كره القدم طالما ما زال بيكتسب بصفه لاعب كره القدم، حتى لو بقى مدرب، حتى لو، انما وكيل اللاعبين له قواعد ثانيه خالص، بس عشان نبيل يعرفها. ايوه، وكيل اللاعبين عندما يصبح وكيلا للاعبين معتمدا ليس له الحق ان يتبع اي اتحاد دولي او اتحاد اقليمي او اتحاد اهلي، ولا يعمل فيهم اطلاقا، ولا يعمل في نادي، ولا يعمل في اتحاد، ولا يعمل في اتحاد دولي. تمام. ممنوع بنص لوائح الاتحاد الدولي ان وكيل لاعبين يعمل وكيل اللاعبين ويكون بيعمل في النادي، او وكيل اللاعبين ويعمل في الاتحاد الاهلي، او وكيل لاعبين ويعمل في الاتحاد الاقليمي اللي هو الاتحاد الافريقي. أيوه. او وكيل لاعبين ويعمل في الاتحاد الدولي. دي قاعده قانونيه لابد ان احنا نتفق عليها، دي حاجه. تمام. الحاجه الثانيه ان جده هو عضو في جمعيه اللاعبين المحترفين، وبالتالي جمعيه اللاعبين المحترفين رسالتها ان تحافظ على حقوق اللاعبين وتقف بجانبهم وتبحث عن حقوقهم وتدافع عنهم، وتقوم في بعض الاحيان بدفع، نعم انا معاك يا كابتن بسمع لحضرتك، تقوم في بعض الاحيان بدفع الرسوم للعيبه اللي مش قادره على انها تدفع رسوم، ومساعدتهم ماديا ايضا، وده اللي احنا بنعمله، عمليات جراحيه للاعبين. كل ده بتعمله جمعيه اللاعبين المحترفين، لان ده هذا هو واجبها. وهذه هي الرساله التي يعني تعمل من خلالها جمعيه اللاعبين المحترفين، من خلال الرساله اللي بيعمل من خلالها الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين. جده لجأ لك يا كابتن الفترة الأخيرة بعد تفاقم المشكلة مع نبيل أبو زيد؟ جاء الراجل وشرح قضيته، وإحنا رحنا معاه يعني حضرنا التحقيق، وطبعاً اتكلمنا في بعض النقاط القانونية، وده ما أعتقدش إنه زعل نبيل، يعني ما 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 يعني نبيل قدم شكوى وقال اقواله في الشكوى، واحنا اطلعنا على الاقوال وربنا على الاقوال، وفي النهايه في حكم هيصدر لصالح احد الطرفين. ما هو مش هينفع لا يتعادلوا الطرفين يعني. درست القصه، درست القصه بشكل كويس مع جد، وفهمك الحاجات اللي حصلت والاتفاقات اللي تمت ما بينه وما بين نبيل ابو زيد؟ اكيد اكيد، انا درست القصه بشكل جيد جدا بصرف النظر عن ما تم مع نبيل، ودرست القصة أيضا من خلال الأقوال اللي اتكلم فيها نبيل، وربيت عليها من خلال اللوائح والقوانين. أيوة. طب أنت شايف الأمور ماشية إزاي يا كابتن، يعني في الموضوع ده أو المشكلة دي؟ عايز أأثر، هو نبيل اتكلم كلام محترم وقال إن في اتحاد كورة هيدي الحق. أنا النهاردة جبته، حتى جبت جزء من كلامه في البرنامج عندي، لان هو له الحق. انا كاعلامي من حقنا ان احنا نطرح كل وجهات النظر. ايوه، يعني انا مفيش حاجه شخصيه بيني وبين نبيل اطلاق خالص. هو نبيل قال كده، قال كده، مش انا لما رحت مع جده مش حاجه شخصيه مع نبيل، لو وكيل لاعبين اخر كان هو وكيل لاعبين جده كنت هروح مع جده. كابتن مجدي، اتدخلت في مشاكل لعيبه ثانيه في الفتره الاخيره وحضرت معاهم تحقيقات؟ لجنه شؤون اللاعبين حلت مشاكل كثيره جدا بالود. كنت بتحلها اللاعبين، وحكمت، واخد بالك، وحكمت الوكلاء اللاعبين لما كان عندهم حق
وحكمت على وكالات اللاعبين لما ما كانش عندهم حق. ما هو مش معنى إن, ان 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 انا رئيس جمعيه اللاعبين محترف. بالعكس احنا لابد احنا في المرحله اللي جايه, عشان كده الاتحاد الدولي بيجبر الاتحادات الاهليه في حاله وجود روابط للاعبين في الدول دي ان تمثل هذه الروابط داخل الاتحاد, عشان اللاعب ياخد حقه وما يبقاش هو الطرف المضغوط عليه دائما. طيب كابتن مجدي ما كانش فيه تعارض الاهلي لاعب اني لاعب اللاعب اللي عنده حق في لعيبه ما بقاش عندها حق خلاص انتهت. تمام. طب حضرتك ما كانش فيه تعارض شويه ما بين لجنه شؤون اللاعبين وحضرتك عملك كرئيس جمعيه المحترفين ساعتها؟ خالص, لان انا كنت بحكم من خلال لوائح. انا لابد ان امثل, ما انا بقول لك انا ما قلت لك ليه الاتحاد الدولي اكبر الاتحادات, عشان لابد ان امثل في لجنه التظلمات او لجنه شؤون اللاعبين القادمه كجمعيه لاعبين محترفين ليس بمزاج او داخل هيئه لجنه الاحتراف لو اتكونت او داخل اتحاد كره القدم. ده مش كلامي. الكلام ده مش كلامي, هذا الكلام هو كلام الاتحاد الدولي اللي يعلم تماما ان بعض الاتحادات اللي ما بيمثلش فيها اللعيبه بيبقى لان مين اللي بينتخب اتحاد الكوره؟ الانديه, الجمعيه العموميه الانديه. مش كده؟ يبقى اتحاد الكوره هيبقى مجلس الاداره هيبقى في صف مين؟ مجلس الاداره هيبقى في صف صف الانديه. اللي انا بقوله لك ده يعني مجلس الاداره هيبقى في صف مين؟ صف الانديه. بالظبط. مظبوط. المفروض هو المفروض مش يبقى في صف الانديه, المفروض يحكم باللوائح, يعني يشوف اللوائح بتقول ايه. في لوائح بقى وضعها, ولذلك تم وضع لائحه كريم وضعها يعني بعد ما انا حطيت, انا عامل لائحه تواكب تماما لائحه الاتحاد الدولي وخدت عليها موافقه من مجلس الاداره لكن لم تطبق حتى الان. تمام. هم عملوا لائحه بعد عشان يرضوا الانديه. مجلس الاداره اجتمع وجاب الانديه وجاب 10 انديه من دوري الدرجه الثانيه وكده وعملوا لائحه وحطوا فيها بنود عجيبه جدا وبعتوها للاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي بعد جواب رمضان قال لي ايه اللي انتوا بعتينه ده؟ تمام. ايه اللي انتوا بعتينه ده؟ اللائحه دي غير مطابقه للمواصفات تماما يعني. تمام, بشكرك يا كابتن مجدي. وكابتن مجدي وضح ان هو حضر مع كابتن مجدي.